صراحة يا عمي موقفك امبارح كان كبير كتير معي، قلت مشان أدرك ومعاملك عاجي أخذ مريم بنفسي. أصيل أصيل ابن أصول، وما خاف ظني فيك من لما عرفتك لليوم. الله حياك يا عمي، شرف مريم هون. شرف. فهمني شبك. انا مالي تعبان شيء، بس قل لي شبك. ما بدي يا مشان الله لك شو جابوا، ما بدي اشوفه، ما بدي اسمعه، ما بدي قولي قولي خفوني منه وين يروح. قاضي تعي وراي. شو قصة طاهر؟ شو بدك تعمل؟ عادي عم صهرك لبين ما تشوفها. تقبر قلبي لعبي. شو بدك تعمل؟ يعني شو بدك تعمل؟ فوت وبدي كسر راسها. مريم مو مفتوحة. يعني هو لك مو فضحتنا قدام الناس وقدام جوزها، بدي ربيها. بوس ايديك ابو طالب، اترك البنت علي. لك انا 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 بعرف تباري معها، انا اما انا بربيها. لك بوس رجليك. لك خلصنا. لك شو صاير يا ابو طالب؟ شو في خير ان شاء الله؟ ليش صوتك عالي؟ صلي على النبي ابو طالب. كل شي بالهداوة بينحل. شفت شو صار من تحت رأس بنتك؟ بدك إياها تبات هون، ما هيك؟ خلص تقبر قلبي، خلص يلي صار صار. اترك البنت علي. لك بوس ايدك، اترك البنت علي. أنا بعرف تباري معها. نحن منقنع يا أبي. لك إيه؟ اتركها علينا يا أبي. عجبك؟ يلا فوتوا وانعوها، خليها تلبس وتروح لبيت جوزها. روحوا يمي، روحوا لعند أختكم شوفوها، روحوا وقعدوا معها، روحوا. مرة ثانية كمان بعتذر منكم يا جماعة. ولو يا أبو طالب، نحن أخوان، وجعك وجعنا وعيالك عيالنا. احكي قول شو وجعك. لك والله والله أرواحنا بترخص لك. موضوع عائلي وخاص شوي، وإن شاء الله محلول بإذن الله. إذا نحن أخوانك احكي لنا، حطنا بالصورة لحتى نساهم بحل المشكلة. عرضية يا أبو عدنان، الله خليلنا إياك. والله عرضية عرضية، وصوتك العالي وصل لعنا. شيخ بلال، مشكلة صغيرة وإن شاء الله بتنحل، ما تاكلوا هم. بعدين يا جماعة، طالما أنتوا عم تحكوا بهالمقترح، يا ريت تتفقوا وتخبروني شو بصير معكم، وأنا بكون خلصت أموري بالبيت. شو علي؟ خد راحتك وحل مشاكلك، ونحن بغيابك كأنك موجود معنا، وإذا احتجت أي مساعدة نحن جاهزين. خذ لنا طريق إذا بتريد. على رأسي شيخنا. يلا يلا إن شاء الله بتقبر قلبي يا صهر. انت سيد العارفين باخلاق مريم وطباعة وتربايتنا، بحياتك شفت شي علينا؟ بس والله ما بعرف، ما بعرف مريم شو صاير لها بهاليومين، هيك طباعة مقلوبة قلب، ما بعرف. معلش مرت عمي، لا تاكلي همي. اصلا انا مالي زعلان مريم، لاني عارفان غلاوتي وغلاوتها عنكم كلكم. ايه والله الله يشهد، سعرك بسعر بنتي مريم. شرف عمي، تفضل شرف. تفضل تقبرني. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو عمي بتعرف؟ إن شاء الله ريت. كيف بدك ياني روق لك عمي؟ الشيء اللي صار بيطير ضبانات العقل. معلش عمي، لا تكبرها. يعني اللي صار هون بيصير بأي بيت؟ لا، إلا ببيت أبو طالب الأنواتي. شو اللي صار وشو اللي جرى ما حدا بيعرف. لك هي ترفع صوتها علي وعليك وعلى ضيوف الأعطوات؟ لك بعمرها ما صارت. حسبي الله ونعم الوكيل. عمي، خلينا نعتبرها ساعة شيطان ومريت، وهي عم قلها قدام مرت عمي. أنا مالي زعلان من مريم بالمرة. إن شاء الله بتقبر قلبي شو مقدر وشو موجب. لك ومشان شو؟ والله ما بعرف، هذا اللي حاطط لي عقلي بكفي لك صاري. وشحوا الزلمة قدامك مفرغ حاله بس ليعرف مين ورا هالمصايب اللي عم تنزل على راسنا. والبنت من امبارح لليوم لك لا زهقت ولا هديت ولا كنيت. عمي،
نحن كلنا بنعرف انه مريم حساسة، يعني بدنا نطول بالنا عليها شوي. لك والله بعرف يا صاري، بس مو هيك الشغلة زادت عن حدها، بعمري ما شفتها بهالشكل. معلش تقبرني، انت طول بالك وترك الموضوع علي انا وصهري. يا عمي الطالب، خلي موضوع مريم علي وعلى مرت عمي. ماشي روح. شرفي مرت عمي. شرف تقبرني. شرف طلع لبرا. لك اطلع لبرا، انا بكرهك، انا ما عاد بدي اياك تطلع لبرا. شو بك جوزك؟ اطلع لبرا، انا ما عاد بدي اياك، انا ما بطيقك، اطلع لبرا، انت مو جوزي. لك مريم فهميني شو صار لك. عم بقول لك اطلع لبرا، طلعي لبرا امي. ما في داعي مرت عمي، كتر خيرك مريم، كتر خيرك. يا صهري تقبر قلبي. يا مرحبا. مشان الله طول بالك. انت اسمعي، خلصت. لك شو تقبر هي اللي خلصت؟ والله مريم مو معي، الله وكيلك مريم مو معي. قلعتني انا وياه. شه لا حول ولا قوة الا بالله. يا مريم ليش ما اجت معكم؟ تعالي معبدو، انا فاهمك شو السيرة. شرفي تسلم لعيونك، إذا ما بتسوي كنوز الدنيا كلها. الكنوز للكنوز، طبني شو؟ أبو طالب عميان ومو شايف بعيونه. احكي لي شو صار؟ ما في داعي للحكي، لازم تروحي وتشوفي بعيونك أنت. حصل يا أخ؟ أنا عم انتظرك هون حتى تحكي لي بالألم نشرح. يلا حركي، جاي مخصوص لهالأمر هاد، خلي برو يوصلك. طرفة عين أمريني، لازم تعدي مع حسان، يعني لازم تتفهموا، هذا الحكي ما بيصير. جوزك يا عمو، هذا جوزك. يا عمري انت قلبي، روقي شوي، بالتفاهم كل شي بيصير. لك شو بهالبنت الصعبه. خلص تركيها تهدى لحالها. امشي لك شو، اتركها لحالها. امشي قولي عليك يا ابني، جبني على قامتي. يا ابني انا ما بقول لك غير كلمتين، ما في غير بنت حرام ساقية هالبنت شي سقية. يا شو هي سقية ما سقية؟ شو بنا أم طالب؟ هلا ما عدتي تعرفي شو يعني السقية؟ لك مشان الله تفهميني وتشرحي لي، بتكسبي ثوابي، والله أنا عقلاتي زحلوا من محلهم. يعني لازم نعرف وين راحت، وين أكلت، وين شربت قبل ما توصل للحالة هي. وين بدها تروح، وين بدها تاكل؟ يا عنا يا عندها، ما في محل تاني. أكيد أم صابر، أنتي أكتر وحدة بتعرفي مريم، لا لها فوتة ولا لها طلعة. يعني ما لها رفيقة، صاحبة، قريبة تزورها من هون لهون؟ أبداً تقبريني، أنتي أكتر وحدة بتعرفي هذا الشيء. أهلين خالتي أم صابر. أهلين تقبريني. أهلين. شو؟ هاتي يا أمو، ماني شايفة مال الشام وشيخ الشباب طالب وينه؟ مال الشام عم تنيم أخي طالب بالغرفة. روحي تقبريني ناديلا، بدي احكي معها كلمتين رتب خاطرها، اكيد الثانية عم بتسح وتنح. تكرمي. على حظها وحظ اختها. اخ يا الله. ولك تقبريني، منين عم تطلع لكم كل هالمشاكل كل ساعة والثانية؟ مع انه اسم الله عليكم، كل عمركم هادين وراكنين وعين الله عليكم. عجبك يا ام صابر، عجبك على هالمصايب اللي عم تنزل فوق راسنا. هلا المهم تقبريني، قولي لي شو بدي اعمل بقصة هالبنت؟
والله ما بعرف، والله ما بعرف، هي مصيبة كبيرة. كمي خطك وصابر، رح افتح الباب. يلا يا مو يلا. أهلين خالتي. أهلين تقبريني. حبيبتي، السح والنح هذا كلياته ما بيفيد. انتو لازم تعرفوا شلون بدكم تساعدوا اختك مريم. شو عم تحكي خالتي يا مصابر؟ انا عيوني لاختي مريم. يا عمري انتي، البكي والزعل لا بيحل المشاكل ولا بيرجع الغياب. خير ان شاء الله. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. كيفك اختي ابطالب؟ اهلا وسهلا تب. مرحبا. اهلين اهلين. شرفي تفضل. شو بكم يا جماعه؟ ليش هيك الاسب عيونكم؟ شرفي شرفي، هلا بنحكي لك اختي. شرف شو بكم يا جماعه؟ اي والله قصف ركبي. احكوا لي شو صاير عندكم يوم؟ عمو مريم، لك ان شاء الله بتقبري قلبي. لك حبيبتي برضاي عليك. لك امي انت ليش هيك عم تعملي بحالك؟ ميمي، في ست لمعات خانوا حابة تسلم عليكي، شو رأيك؟ لك اتركوني بحالي أحسن ما أموت حالي وريحكم مني. ها إن شاء الله اتركوني لحالي. إن شاء الله بوزي إيدك. إيه حبيبتي إيدي أبري إيدي إيدي إن شاء الله. إيدي تقبري خلاص، ما رح أفوت حدا. تقبري إيدي خلاص. إيدي إيدي إيدي.